الآن بعد الوصول يا شيخ إلى ما إلى بابل، يعني خرجت من أجله. نعم. فوصلت إلى الشيخ. نعم. فالتقيت بالشيخ فاستقبلني ورحب بي، لأن الشيخ الذي كنت عنده في بوركينا، نعم، هو مدير المدرسة، هو كلمه. ما شاء الله. كلمه. فهذا جعل ذلك الشيخ في مالي يوليني كبيرا من العناية. ما شاء الله. رأيت. فوجدته مع طلبته ومع أولاده، فهو كان كثير الطلاب يأتون من الدول المجاورة لمالي ومن نفس القرى في مالي يأتون إليه ويسكنون في هذه القرية معه ويقرؤون لطلب العلم. فمن انتهى منهم من كتاب وكتابين وكذا ينصرفوا. وجدتم هكذا في بيته شيخنا أو في مدرسة؟ لا هو في بيته، وكانت له مدرسة. وجدت له مدرسة، هذه المدرسة كان أولاده يشتغلون فيها، وإلا هو وهو كان يقرأ الكتب، كتب الفقه كذا في بيتي في المجالس هكذا. كل طالب على حدة أو كل طالب على حدة، أو قد يجتمع طالبان، قد يجتمع طالبان أو أكثر على كتاب واحد. نعم. ويقرؤونه من الكتاب من أوله إلى آخره. ما شاء الله. وهكذا. نريد لفتة في هنا يا شيخنا. نعم. في مسألة تدريس الكتب. يعني الآن بعض الناس يولي الطلبة عناية كبيرة في ترتيبهم، يعني يقول له يا ولدي هذا الكتاب ما يصلح لك. نعم. هذا الكتاب يصلح لك. فهل هذا الأستاذ ما كان يمشي على نفس هذا المنهج؟ لا، كان يمشي على نفس المنهج. أيوة. مثلا أنا الآن لما وصلت. أيوة. نعم. فأول شيء قرأت عليه في العقيدة. وأي عقيدة؟ العقيدة الأشعرية. أيوة. هذا أول شيء. لأنه أشعري. أي نعم، أشعري أفريقي. نعم. أشعري. فقرأت عليه كتابا في العقيدة الأشعرية. نعم. وهو كتاب دليل القائد. أيوة. لكشف أسرار صفات الواحد. لأحد علماء الشنقيط المتقدمين القدماء. نعم. محمد سليم الأوجلي كذا. نعم. الكتاب موجود على الأونلاين. ونسخت هذا الكتاب بيدي. ما شاء الله. شفت بيدي. كان ما في لا طباعة ولا شيء. لا طباعة. أنسخ. رأيت. نعم. أعطاني هذا الكتاب فنسخته ودرسني. نعم. رأيت. ما شاء الله. عرفت العقيدة الأشعرية. نعم. هذا أول شيء. أول شيء. نعم. البداية على العقيدة. لكن يا هذه العقيدة. الحمد لله. بعد الحمد لله الإنسان تعلم. الحمد لله. ثم نعم. بعد ذلك اختار لي كتاب. شوف. أيوة. هذا الكتاب في أصول مذهب مالك الإجمالية. يا سلام. منظومة ابن أبي قفة في أدلة مذهب مالك الإجمالية. وهذه الأدلة الإجمالية 16، عددها 16. نعم. كما يقول المؤلف في أوله: أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن. وهكذا إلى نهاية الأبيات في ذكر هذه الأدلة الإجمالية. ما شاء الله. أدلة إجمالية جيدة. تأصيل. نعم. تأصيل علمي. أيوة. نعم. هذا قرأته عليه. ما شاء الله. هذا الكتاب. ومع شرحه، وشرح هذا الكتاب الناظم شخص عالم، والناظم أي والشارح عالم آخر يسمى محمد يحيى الولاتي الشنقيطي. ما شاء الله. طيب. نعم. هذا قرأته هذا عليه. نعم. طيب.